السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهور قناة رسيم سبور الرياضية، أطلب منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيه، الضغط على زر الإعجاب، وهذا ليصلكم كل جديد. يواجه اليوم الثلاثي الجزائري لنادي نيس فريق مارسيليا في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وسيدخل المتألق عطال أساسياً في هذه المباراة، حيث سجل هدفاً أكثر من رائع في المباراة الماضية مكن فريقه بالفوز فيها على حساب العملاق الفرنسي ليون. يقابل اليوم فريق نيس نظيره مارسيليا، وذلك على ملعب الفجر فتمام الساعة 9، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي. جمع الفريقين 41 لقاء فاز فيها فريق مارسيليا 24 مرة وتعادل 6 مرات، كما فاز أيضا فريق نيس 11 مباراة، وكانت آخر مباراة في 22 من الشهر الجاري، والذي قد تم تأجلها بسبب مجموعه من أعمال الشغب، وسوف يتم إعادتها اليوم. وتم تأجيل المباراة بسبب أعمال الشغب ونزول جماهير فريق نيس إلى أرض الملعب بعد التشابك مع لاعب مارسيليا، وتوقفت المباراة في الدقيقة 75 بعدما تعرض اللاعب بايت وهو يلعب ضربة ركنية لهجوم من الجماهير، وكان قد جرح ظهر اللاعب من زجاجه معدنيه ألقيت عليه بعدما بداء الجماهير بإلقاء أشياء على اللاعبين في الملعب. واتخذت اللجنة التدريبية لرابطة كرة القدم الأسبوع الماضي قرار بأنه سوف يتم إعادة المباراة على أرض محايدة مع عدم وجود جماهير، وسوف يتم خصم نقطتين من رصيد نيس، واحدهة منهم مع إيقاف التنفيذ، وأيضا تم إيقاف مدافع مارسيليا الإسبان ألغارو غونزاليس، والذي ألقى الكرات باتجاه الجماهير لمدة مبارتين، وأوقف زميله ديمترا بايت مباراة واحدة مع وقف التنفيذ. ومن الجدير بالذكر أقامة المباراة المؤجلة لفريق نيس اليوم الساعة 9، وذلك مع غياب كل من اللاعب كالفاني ستنجس واللاعب جاستين كلويفرت وروبسون بامبو عن المباراة.